بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أنا المدرب والكوتش المعتمد دوليا عبد الله إزموس، ورحب بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن موضوع يعتبر من أهم المواضيع، ألا وهي منطقة الراحة. هذه منطقة الراحة، في هذه الحلقة غندويو على شنو هي منطقة الراحة، المكونات ديال منطقة الراحة، وأهم حاجة وهي كيفية الخروج من منطقة الراحة. إذن أولا، منطقة الراحة، منطقة الراحة، منطقة الراحة هي واحد المنطقة اللي الواحد كيسول ديما راسو، كيقول علاش أنا حطيت دي زوبجيكتيف، حطيت أهداف، ولكن مع ذلك ما حققتهمش، أولا علاش هذوك الناس اللي كنشوفهم قدامي في المجتمع كاملين عندهم بزاف د الحوايج حققوهم وانا ما قديتش نحققهم، علاش هذا السؤال هذا؟ السبب الرئيسي ديال هذا الفشل هذا، نقدر نسميه فشل او عدم المثابره والمبادره، هي هذه منطقه الراحه. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو شنو هي هذه منطقه الراحه؟ منطقه الراحه هي منطقه المألوف، منطقه العادات والتقاليد. شنو هي منطقه المألوف؟ اش كنعنيو بمنطقه المألوف؟ منطقه المألوف هي شي حاجه جبناها معنا وكنحسوا ديما بالراحه فاش كنكونوا فيها، بحالاش مثلا، حيتاش بالمثال يتضح المقال. مثلا ناخذوا مثلا شي واحد كان جالس مع الناس كاملين في واحد اللقاء، واحد الخطبه، في واحد الندوه، وقالوا ليه نوض دير لينا شي كلمه، ولا نوضها عرف على راسك. تما غايقول مع راسو عنده جوج احتمالات. الاحتمال الاول يا اما غادي يزعم وغادي ينوض، او غيتراجع وغايقول انا جابني لهذا الشيء كامله، غنعتذر وغنرتاح. شي ديك الراحه اللي كنقولوا هي منطقه الراحه، ولكن من بعد غدوز واحد الفتره غادي يجيه الندم. اشنو غايقول؟ يا ريت كون هي زعمت كون هي درت. ديك الساعه ما غينشفعش الندم، ولكن عندك محاوله اخرى، ماشي مشكل. ها واحد المثال. المثال الثاني، كنلقاو مثلا شي موظف عنده راتب شهري قار 4000 درهم، 5000، 6000، كما كان هذا المبلغ هذا، لكن كيجيه الملل، كيقول مليت مع هذا الروتين وهذه خصني ندير شي حاجه. هذه الحاجه اللي بغى يدير كيبغي يديرها، ولكن ملي كيفكر كيبقاو يجيو شي وساوس، لا حكا غادي نتسيزا، لا هذه ما نزعمش، لا هذه دوك الدوافع كامله اللي كتخلي كتحبسو في الاخر. اش كتأدي به؟ كتأدي به انه غايقول عاش داني لهذا الصداع كاع، بارك عليا انا كنشد الصالير ديالي، ارتاح بخير وعلى خير، بلاش كاع من هذا الشيء كامل، خليني الخدمه ديالي، الصالير ديالي كاين موجود بخير. كيرجع عاوتاني لمنطقه الراحه. ملي عرفنا منطقه الراحه، كاين واحد المنطقه تبعها كتسمى منطقه التقدم. اشنو هي منطقه التقدم؟ منطقه التقدم هي من الانسان كيحاول انه يحط اهداف، كيقول صافي انا صافي حطيت شي اهداف، حطيت واحد البروجي، حطيت واحد الحاجه غادي نديرها، صافي خصني نديرها، صافي بدا كيتقدم، بدات عنده واحد الخطوه للامام بدا كيديرها. منطقه التقدم، من منطقه التقدم كيبغي يحط اهداف، وهذه كتجي ملي كيحط الاهداف كيقول صافي غندير الخطوه الاولى. من بعد كيقول بلاتي صاحبي قال لي اجي عندك صحابك، اجي عندك اخوتك، عائلتك، الناس اللي دايرين بك، المجتمع يقول لك بلاتي حتى فين غادي، ويلي تا هذيك شنو داروا هادوك، شنو داروا اللي سبقوك، ها فلان مشى مسكين داروا وما سخش ليه الله. لا هذه هنا كتسمى منطقه الذعر، او منطقه الخوف، او منطقه التوتر. باش نفسروا مزيان هذه منطقه الذعر او منطقه التوتر، هي فاش كتمشي، فاش قلنا قبيله على المثال السابق اللي فاش كيقول لك شي واحد نوض عرف على راسك امام الملأ، كي كتجلى هذه النقطه هذه ديال منطقه الذعر، هي فاش كتكون واقف، كتمشي توقف، كتبقى تعرق، كترعد، كتوتر، هذيك هي منطقه الذعر. كيكون تما واحد التصادم، ديلاش هذا التصادم هذا؟ كيكون واحد انت باغي شي حاجه، ولكن كاين دوافع وعوائق كتحبسك انك ما ديرش هذه الحاجه هذه، كيكون ديما واحد الصدام، منطقه الذعر. وهذه هي المنطقه المهمه والاهم اللي يمكن الواحد يتجاوزها ويدير واحد الخطوه لقدام ان شاء الله يتجاوزها. ملي غتجاوز منطقه الذعر وغادي تعم، غادي تاخذ الخطوه الاولى، غتوصل لمنطقه الاحتمالات ممكنه، او منطقه اللا مستحيل،
كل شيء ممكن في هذه المنطقة هذه. ملي كدير الخطوة الأولى وكتزعم كل شيء كيجي بعدك، كل شيء كيجي كل شيء كيجي، بديتي المشروع دير هذه الخطوة الأولى تبارك الله كل شيء الكليان كيجيو من حيث لا تحتسب، أنت لا تعرف، ولكن أنك عازم على واحد الفكرة حطيتيها في دماغك باغي تمشي بها لقدام، طابرتي ودرتي الخطوة الأولى وكل شيء كيجي عندك. هنا كتلقى راسك بأنه ديما كنسمعوا الناس كيقول لك أودي ها بديت، أنا نهار الأول ما كانش عندي ولكن هي بديت وسبحان الله العظيم جا كل شيء. هذه المنطقة هي اللي كتسمى منطقة اللا مستحيل أو منطقة الكل ممكن، حيتاش بديتي واحد الحاجة وكل شيء ولا عندك ممكن. ملي عرفنا على منطقة الراحة وعرفنا على المكونات ديال منطقة الراحة، دابا السؤال المطروح كيفية الخروج من منطقة الراحة. هذا السؤال الذي حير الجميع، كيفاش نخرجوا من هذه المنطقة؟ كيفاش نخرجوا من هذه المنطقة؟ كلشي كيسولك، المتابعين ديالنا غندوي معاهم، يقول لك أودي أنت كدوينا على منطقة الراحة ولكن كيفاش؟ هذه كيفاش اللي غنحاولوا نجاوبوا عليها وهي أهم حاجة كذلك. أهم حاجة هي أنك كاينين خمسة د الحوايج تحطهم، تكون عندك أولا قناعة بأنك باغي تتغير، وهذه الحاجة معتقدها وغادي تغامر فيها كما كانت. الحاجة الثانية تحدى المخاوف ديالك، راه أي حاجة بديتيها ضروري يجيك واحد الخوف، ضروري يجيك واحد الصدمة، ضروري تخاف من واحد الحاجة تواجه المخاوف ديالك. الحاجة الثالثة الإرادة والعزيمة، إذا ما كانش عندك الإرادة والعزيمة راه حتى حاجة تعيا تعيا ما تحضر الدروس، تعيا ما تحضر الفورماسيون، تعيا ما تقرا، الا ما عندك الاراده والعزيمه ما غاديش تكمل وما غاديش تمشي لقدام. الرابعه هي ملي غتحط، ملي غادي تبدا يكون عندك هدف. اذا ما عندكش هدف راه ما عندك حتى حاجه، غتبغي كتبقى كانك ما نقولوش عايش في العشوائيه، والعشوائيه ما كايناش. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما كايناش العبثة، العبثية ما كايناش، مع العلم أنه كاينين ناس اللي كيأمنوا بالعبثية أو العشوائية. إذا ضرورة نحطوا الأهداف. خامسا الخطة، حطيتي الهدف يكون عندك واحد الخطة واحد البلون. شنو الفائدة ديال هذه الخطة هذه؟ هو اللي غادي يعطيك المسار اللي غادي تتبع باش تحقق ذاك الهدف وتمشي لديك الفكرة اللي بغيتي وتخرج من منطقة الراحة. كيفاش؟ نعطيك مثال باش تفهم بعدا اولا ما هو هذا الهدف. المثال ديال الهدف هو انك مثلا تخيلوا معايا انك جالس وكاينين حيوانات عاديين كتفرج، كاين الحيوانات، كاين واحد الكلب نعس ما عليك ما بين كاع الحيوانات، لكن في واحد اللحظه جات واحد المشه وهي تدوز. الكلب اش غادي يدير؟ ايوا غادي يشوف ديك المشه غادي يتبعها. علاش غادي يتبعها؟ حنا عارفين كاين واحد العداوه بين القطط والكلاب، غادي يتبع هذه المشه هذه. ملي غادي يشدها اش غادي يدير لها؟ الله اعلم، ما كيهمش، لكن ملي غادي يحقق المراد ديالو غادي يرجع ينعس. علاش رجع ينعس؟ لاحظ بان ذاك الكلب كان نعس، وديك القطة شنو كتمثل بالنسبة للكلب؟ كتمثل لي الهدف، باش هي اللي خلاتو يتحرك. الهدف ديالو هي ديك القطة، وتبع داك الهدف، تبعوه جري ليه ديريكت، جرى. ملي شدو حقق داك الهدف رجع عاوتاني ينعس، يدير هدف آخر. ويكون خطة، إذا ما كانش خطة، إذا لم تكن لديك خطة فأنت تعيش ضمن خطط الآخرين. إذا باش نخرجوا من منطقة الراحة، ملي عرفنا هاد الخمسة الحوايج هادو كيفاش نطبقوهم باش نخرجوا من منطقة الراحة؟ منطقة الراحة نحاولوا نغيروا العلاقات ديالنا. أول حاجة راه كاينين علاقات في منطقة الراحة ما كيخليوكش تزيد لقدام، هاد الناس هادو تفاداهم، ما عندك ما تدربهم، قلب على علاقات جداد، ناس جداد اللي غيحفزوك تمشي لقدام ويكونوا قدوة وتبعهم ويكونوا حتى هما حققوا وتمشي لقدام، واخا هاد كلمة ماديا أو معنويا ماشي مشكل. المعتقدات ديالنا كتلعب دور كبير في منطقة الراحة. علاش؟ علاش كاينين شي حوايج جبناهم معانا من الصغر، تربينا معاهم، والدينا خلقوا فينا هذه المعتقدات هذو، والمجتمع ديالنا كيتكون بزاف ديال المعتقدات، كتولي انت عايش داخل هذه المعتقدات هذه. المهارات، اش كنعنيو بالمهارات؟ كل واحد فينا عنده مهارات ديالو،
غير هو مازال ما اكتشفها. نهار غادي يكتشفها مطلوب منه انه يطور هذه المهارات. كدير شي حوايج شي هوايات او شي مهارات لا عيب في ذلك انك تقدر تمل من حاجه دير حاجه اخرى. عندك واحد مهاره فن الالقاء مثلا، عندك معاك مهاره فن الالقاء تقنتيها دوز لمهاره اخرى، طورها ودوز لمهاره اخرى، وهكذا غادي تمشي لمهارات اخرى. ما تقدرها لا تشمل ما تشمل كتشمل جميع الجوانب كما قلنا، المعتقدات، العلاقات، المهارات والافكار. الافكار والمكان. افكار، علاش الافكار؟ حيت الافكار مع الترسيخ ديال الافكار تحولوا لمعتقدات، هذه المعتقدات كيتحولوا لسلوك، والسلوك يدي بك المصير ديالك. يعني راقب الافكار ديالك، نراقب الافكار ديالنا. واخر حاجه هي المكان. كاين مكان كما قلنا العلاقه راه كاين حتى مكان، المكان كيأثر عنده تاثير كامل. كتلقى شي بلاصه، انا خدام في واحد البلاصه في واحد الشركه انا مرتاح فيها ما نخرجش، علاش ما تجربش مثلا شي حاجه جديده؟ تقول انا غنمشي لواحد الشركه اخرى غنجربها، علاش بدل داك المكان؟ راه صعيبه تبدل، صعيبه تحول، تما راك مرتاح كتبقى في منطقه الراحه. لكن ملي كدير ديك الخطوه كتمشي كتمر على مرحله التقدم. منطقه التقدم كما قلنا كدوز داك التشوش ودوك التصادمات في منطقه الذعر، وملي كتبدل ديك الشركه وقاد تمشي لواحد الشركه اخرى وكتخدم فيها، واحد البيرو جديد، واحد البلاصه اخرى، ناس جداد، معتقد جداد، افكار جداد، مهارات جديده كتكتسبها في داك الوسط، كتولي خارجين من منطقه الراحه. باش نختموا الحوار ديالنا على منطقه الراحه، وهذا حلقه على منطقه الراحه، نطرحوا واحد التساؤل. الخروج من منطقه الراحه هي اللي دارت بزاف ديال التطورات في المجتمع ديالنا. لو ان ستيف جوبز او بيل غيتس او توماس اديسون او جميع الناجحين في هذا العالم هذا بقوا في ديك منطقه الراحه، كانت غير وصلنا شي حاجه من هذا الشيء اللي وصلنا دابا. لو انه بقى وقال انا مرتاح شنو مالي، لو توماس اديسون ارتاح ووقف وقال لك انا اش باغي الضو باش يضوي على الوالده ديالو، اشنو كان غير وصلنا الضو. لكن انا وتحدى المخاوف. لو ان كوبرنيك قال لهم بان سكوت وقال لهم ما نتحداش الفكره ديال ان الارض كرويه الشكل، وتحداهم وضحى بحياته من اجل هذه الفكره هذه، لكن انا نعرف بان الارض كرويه الشكل. منطقه الراحه يا اخواتي واخواتي هي العقده والعائق اللي ما كيخليش الناس يمشيو لقدام ويديروا شي حاجه جديده ويجربوا حاجه جديده ويتبدلوا ويتغيروا في الحياه ديالهم الى ما هو احسن. كان معكم الكوتش والمدرب عبد الله ازموس برفقه المخرج معاذ مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.